السلام عليكم بنات، كي دايرتوا اختي؟ لاباس عليكم، امور هانيين. جينا اليوم عاوتاني بستوريات وجليبات. يا سلام، جليبات ديال برد منهم. هذه لابسه اختي، شوفي لي جليبتي حبيبتي، شوفي لي تويب، يا سلام متميز والوين غزال غزال. وفي واحد التشكيله ما بقاوش لينا فيهم بزاف، بقات هذه جليبتي وهذه عاوتاني نمام كولور، نفس الوين نفس كل شيء، غير هابطه بسفيفه هاد المرمه، ثلاثه ديال السفيفات. نشوفوا حبيبتي العبارات ديالها. هذه فيها 59 في الكتاف، 50 في الكم، 30 في الصدر، 31 في ليونج، طولها 1.40 متر. هذه كتلبس الاكس ال. بالنسبه للثمن 500 درهم حبيبتي، زائد 50 درهم امانه. نشوفوا اللوين الثاني اللي بقى فيها، كانوا فيها لوينات فنين، كان لو جون غزال ولكن تباعوا قبل ما يتلونصاو. شوفي لي الحمامر ديالها حبيبتي كي داير، غزال مخدوم بثلاثه ديال السفيفات، سفاد المرمه بلا موطارد والخضيضر. نشوفوا عاوتاني العبارات ديال هذه، 60 في الكتاف، 50 في الكم، 29 في الصدر، 30 في ليونش، 1.40 متر. هذه كتلبس الال البنات، والثمن 500 درهم، بقاو ثلاثه ديال البياسات فيهم. هادشي اللي بقى في هذا الثمن، كتعرفوا الثوب ديال الاكسبور كيكون شويه ما غير موجود بالكثره، وباقي لوينات اخرين تهما نبارطاجيو معاكم.